هنا شيخنا أيضا من الأسئلة التي وصلتنا، هنا إحدى الأخوات تقول: أني سمعت أن التي تصلي، المرأة إذا صلت وقد غطت وجهها فإن صلاتها باطلة، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هناك بعض المخالفات التي تقع من الناس ينسبون إلى الشرع وإلى دين الله بمجرد أفهامهم الخاطئة، ومن ذلك هذه المقالة: إذا صلت المرأة وهي متنقبة أو متغطية فإن صلاتها صحيحة ومجزئة حتى ولو لم يكن عندها أحد، وذلك أنه لم يدل على نهيها عن هذه الصلاة دليل من أدلة الشرع. وقول الفقهاء بأن المرأة تغطي جميع بدنها إلا وجهها يقصدون أنه يجوز لها أن تكشف وجهها ولا يجوز لها أن تكشف أي شيء من بدنها بخلاف ذلك. ولذلك فبعض الناس عندما يستمع بعض المقالات الفقهية يركب عليها إشاعات ويركب عليها فهم خاطئ، وهذا خطأ. صلاة المرأة إذا صلت وهي متنقبة أو متغطية مغطية لوجهها فإن صلاتها صحيحة حتى ولو لم يكن عندها أحد من الناس.